إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، واندفعت مشاهدينا الكرام جهاد وافراس الثلاث سنوات الباحثة عن مساهمة نادي الفروسية لهذا الأسبوع، ربع مليون ريال. الاندفاع تبدأ مع ميوف من الداخل وخزينة من الخارج، مع كذلك أبرق عزيز ربما العدين يبدأ الآن في المرتبة الثالثة فيما الصدارة لمهيوف. يبدأ الانطلاق بطولين في هذه المواجهة، خزينة في المرتبة الثانية والعدين يأتي في المرتبة الثالثة وقداحي في المرتبة الرابعة، هنالك يجرح في المرتبة الخامسة، فيما مهيوف في الصدارة مع خزينة في المنتصف والزحزاح. يبدأ الظهور الآن في المرتبة الثالثة مع يجرح وكذلك العدين. مواجهة الربع مليون ريال، مساهمة نادي الفروسية لهذا الأسبوع، خزينة مع مايوف في صدارة هذا الشوط، فيما المحاولات ليجرح والزحزاح في أول حضور هذا الموسم. خزينة تتصدر مع الزحزاح الذي يذهب الآن من الخارج مع يجرح التحاذي. ها هو الزحزاح يبدأ مشاهدين الكرام في الحضور الأول مع يجرح وخزينة مع المنعطف الأخير. مواجهة الربع مليون ريال، الزحزاح مع خزينة، الزحزاح الأربعمائة متر الفاصلة، خزينة من الداخل، الزحزاح، هنالك زينة الملقة التي تحاول الوصول مع أبو شجاع. أبو شجاع يا أبو شجاع مع زينة الملقة، صراع الربع مليون لمن ينتهي. أبو شجاع، أبو شجاع بالفعل مشاهدينا الكرام يفعلها هذا المساء. ربع مليون ريال تذهب للجواد رقم 8 أبو شجاع.